السلام عليكم، تحياتي لمتتبعي قناة عقارات وأراضي الخير. هاد النهار كاين واحد الهكتار و6000 متر، الهكتار و6000 متر، محفضة، الوريقات ديالها محفضة، فيها فيلا، فيها بيسين، فيها بير بالطاقة الشمسية، مجهزة تبارك الله. 30 كيلومتر على مدينة صفرو، الموقع عندها موقع استراتيجي قريبة للسكان، أمنة، طريق موجودة، الضو موجود، اللي بغاها مرحبا. نخليكم تكملوا الفيديو، راه فيه الدار مصورة من الداخل، الفيلا كيفاش دايرة، وفيه البير، الجردة كيفاش دايرة، الجردة فيها التفاح، فيها البرقوق، فيها التفاح، فيها البرقوق، فيها أشجار المشماش، المهم أشجار متنوعة ديال الدار تبارك الله، دار رونت مزروعة. خليكم تشوفوا الدار من الداخل، اللي بغاها وبغى يعرف التفاصيل ديالها مرحبا، راه النمرة التليفون كنخليوها، واللي ما مشتركش معنا يشترك باش حتى الا بغى يعاود الفيديو ولا يصيفطو يشوفو. بالنسبة للثمن ديالها، الثمن كيطلب 140 مليون، ولكن قابلة للنقاش ان شاء الله، اللي بغاه يشوفه ما يكون غير الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما قلنا فيها الفيلا، فيها لابيسين، فيها البير بالفاسا، فيها كتار 6000 متر، طريق مجهزة. حتى هذا الموقع ديالها كيطيح الثلج مرة في الوقت ديال الثلج، كتعطي واحد منظر واحد اخر. راه مازال دايرين واحد الفيديو ديال الوقيته ديال الثلج، هانتوما غتشوفوه ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو، غتشوفوا عاود الوقيته ديال الثلج. وتبارك الله اللي عنده في الرزاق وبغى يشوفها مرحبا، راه مجهزه تبارك الله، مجهزه، ما عندنا ما نقولوا، مكموله كلشي فيها. يلا تحياتي لكم وتبارك الله عليكم. Okay.
الاتجاه ديالو. السلام عليكم الاخوان، لاباس بخير، كي دايرين نتوما؟ يا هذه واحد الدويره في طريق عين الشقف حدا القراويين، في القراويين مزيونه. ها انتما كتشوفوا هذا الحمام، الريح والبرد. بطه ايوه حمزه، حمزه نعم سيرو ليه ايمن اللي صفى واش جاكم البرد؟ بالبرد؟
اه جاك البرد طلع بحالك اه جاك البرد اه اطلع ما ابي هذه ثلاثة شفت النزهه لما تخش هذاك الخضر خضر هذوك يبعد منه يبعد منه قصقص فيهم غير خمره تبين هاد الحيطه اي تاكل هو تيطيب هاد الحيطه شوف هذوك اللي كامل مع الشمس اللي طيبين فما تاخذ تخصص بوزين يعني